نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد درسنا وتعلمنا قاعدة في النحو، وهي أنه إذا تقدم المعدود على العدد مثل الصفات السبعة فإنها توافق، أما إذا تقدم العدد على الموصوف فإنها تخالف مثل سبع صفات، فهل تكون هذه القاعدة موافقة لما ورد في النسخ؟ لا، العدد من ثلاثة إلى تسعة على عكس المعدود، على عكس المعدود من ثلاثة إلى تسعة، تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة، تسعة رجال وتسع نسوة، وما بينهما كذلك. نعم.